السلام عليكم. قررت أحلل شخصية لاعب الكرة المعتزل المشهور ياسر القحطاني، ويا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مخ وعضلات. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن تحليل شخصية اللاعب ياسر القحطاني. انا بصراحة شخصيا معرفش اللاعب ده، لان انا ماليش قوي في تفاصيل الكورة، يعني مجرد ان انا متفرج بشجع اللعبة الحلوة يعني، وتحديدا ياسر القحطاني عشان انا شخص مصري فانا معرفوش قوي. بس انا في حد في الكومنتات طلب مني ان انا احلل اللاعب ده، وبصراحة أنا لما كتبت على جوجل اسم اللاعب ده وشفت شكل وشه تحمست جدا إن أنا أحلل الشخصية دي. فيلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة لاحظتها في الشخص دوت إن هو شخص الثقة عنده بالفطرة، ثقته في نفسه عالية قوي، وده بيخليه كلاعب كرة أي حركة بيفكر فيها أو أي إبداع بيفكر فيه بيحاول إن هو يتدرب لغاية ما يحققه، يعني ما بيخافش من أي فكرة أو أي حاجة بتيجي في مخه، فبالتالي بيعرف ينفذها، ودي نقطة بتديله ثقة كويسة جدا في وسط اللاعبين، أو ثقة قوية في وسط اللاعبين أو في وسط الملعب. والنوع ده دايما من الأشخاص ما بيحبش يلوم نفسه، بمعنى إن هو لما بيعمل حاجة غلط أو بيخطئ بيحاول دايما يعدل من نفسه، خصوصا ان هو شخص لا يحب التغيير. ونوعيه الاشخاص اللي هي لا تحب التغيير دي بتكون اشخاص ودوده جدا وعاطفيه جدا، يعني انا متاكد ان الشخص دوت ليه علاقه بعيلته او صله بعائلته وطيده جدا. الحاجه كمان اللي عجبتني من الشخص ده، في الشخص ده معظم الاشخاص اللي دايما ثقتهم في نفسهم بتبقى عاليه جدا للاسف بيبقى ناقصهم حاجتين. الحاجه الاولانيه الاصدقاء. هنا اللاعب ياسر القحطاني من شكل الحاجب بتاعه هتلاقيه ان هو شخص مشاعره ودودة، بمعنى ان هو لا يبدل اصدقائه، فبالتالي بيكون عنده اصدقاء كتير جدا. ده غير كمان ان في الجبهة عنده في جزئية بتدل على الخجل، وبرضو دي من الحاجات اللي صعب ان انت تلاقيها في شخص ثقته في نفسه عالية. ودايما الاشخاص الرياضيين اللي بيكون ثقتهم في نفسهم عالية جدا زي اللاعب ده، بتلاقي دايما الشخص دوت بيكون محترم جدا وخلوق جدا. من الحاجات التانية الغريبة اللي موجودة في ياسر القحطاني، شايفين التلات خطوط اللي موجودين تحت جفن العين؟ الخطوط دي معناها ان الشخص دوت بيهتم بالبلاغة، يهتم بالكلمات. فانا اعتقد ان اللاعب ده ليه في الشعر، ليه في تأليف الاغاني، ليه في تأليف الكتب، لان دائما الاشخاص اللي بيكون عندهم خطوط تحت عينيهم كده بيكونوا اشخاص مبدعين في انتقاء الكلمات. وانا اعتقد ان شخصية ياسر القحطاني لو طلع في برامج في التلفزيون او حاجة زي كده، اعتقد ان طريقة كلامه هتبقى جميلة جدا، او تحديدا طريقة كلامه هتكون بليغة جدا. انا كل كلامي في الحاجات دي بيكون اعتقادات، لان انا للأسف انا شخصية ياسر القحطاني معرفهاش كويس. زي ما قلت لكم انا قررت ان انا احلله بناء على طلب اشخاص اخواتي موجودين معايا في القناة. من المميزات اللي موجودة برضو في شخصية ياسر القحطاني ان هو شخص صريح. الشخص الصريح دوت لا يكون شخص خبيث، لا يكون لئيم، دايما اللي موجود على قلبه بيقوله على طول، يعني لو حد زعله بيوضح ده، لو حد فرحه بيوضح ده. والشخصية دي الميزة اللي فيها ان هي بتكون كتاب مفتوح قدام اصدقائه او قدام الناس، فده بيخلي الناس تحبه بسرعة. غير كده لو بصيت على عينيه هتلاقي ان عينيه لونها اسود غامق قوي، ودي بتدل على الانجذاب او الجاذبية، يعني الشخص ده قد اي حد بيشوفه بيعجب بشخصيته على طول او بيحب ان هو يتعامل معاه. فتخيل ان انت لما بتلاقي شخص بالمنظر ده وفي نفس الوقت بتلاقيه شخص صريح. ده غير كمان ان لو انت بصيت على الحواجب هتلاقي ان حواجبه قريبة قوي من عينه، وفي نفس الوقت تخينة كمان، فده معناه ان هو بيعرف يتعامل بذوق مع الجنس الاخر، وفي نفس الوقت عنده اصدقاء كتيرة جدا، لدرجة ان من كتر اصدقائه فهو ممكن يكون عنده علاقات سطحية كتيرة جدا. في اشخاص ممكن يكونوا يعرفوه كويس قوي وهو لو شافهم ممكن ما يفتكرهمش، وده دليل على عدة الصداقات الموجودة عنده.
وده مش معناه قلة احترام ولا حاجة، بس هو الشخص ده انت ممكن تقابله مرة واحدة في حياتك وتتعامل معاه تلاقيه بيتعامل معاك كأنه أخوك أو كأنه صديقك من زمان، فأنت بتعشم أو بتطمع في صداقته. فممكن بعد كده يشوفك مثلا بعد سنة هو أكيد مش هيفتكرك، لكن أنت بسبب طريقته هتبتدي تتعامل معاه كأنه زي ما قلت لك صديقك الصدوق أو أخوك. الحاجة التانية ان الشخص ده شخص بيتقبل الناس، يعني ما بيتضايقش من الناس بسهولة. يعني لو انت مثلا اعترضت عليه او قلت له رأي مخالف هو هيتقبل ده، لكن هو شخص لا يقبل النقد بالطريقة الخاطئة. يعني لو انت انتقدته في حاجة في شخصيته بطريقة غير أخلاقية، لا هو في الحالة دي هو هيتعصب وهيرد. من الحاجات التانية برضو اللي موجودة في شخصيته، يعني دي في بعض الحالات بتكون ميزة وفي بعض الحالات بتكون عيب، ان هو شخص بيعتمد على نفسه، بمعنى ان هو لو خد يعني هو ممكن ياخد رأي أشخاص كتير في قرار معين في حياته، لكن في الآخر هو هيمشي رأيه هو. ودي طبعا لما بيكون شخص عنده قدر من العلم في اختيار القرار اللي هو عايز يختاره، طبعا رأيه في الحالة دي هو اللي بيكون أفضل. وأنا أعتقد إن هو لما اعتزل الكرة اعتزل بدون علم أي حد، فده ممكن يكون تأييد لكلامي. يعني آخر حاجتين موجودين في الشخصية دي، علشان ما طولش عليكم، لو بصيت كده على الأذن عنده هتلاقي إن هو شخص بيحب الريادة، يعني هو شخص بيحب إن هو يبقى متفوق في المجال بتاعه. طبعا ده أعتقد إنه واضح جدا في مجال كرة القدم، ولذلك السبب أعتقد لذلك هو سمي بالقناص، وأعتقد سمي بالقناص بسبب طريقة الأهداف أو من كمية الأهداف اللي هو بيحرزها. النقطة التانية إن هو شخص قليل الكلام، بمعنى إن هو خير الكلام ما قل ودل، يعني يحب الأفعال أكثر من الكلام. والجزء الأخير اللي هو لو ركزت كده على جنب عينه هتلاقي إن فيه زي ما يكون خطوط إشعاعية كده بره عينه، وده معناه إن هو شخص فكاهي وبيحب المرح. يعني خلاصة القول أنا شايف إن هو شخصية محترمة جدا، مؤدبة، شخصية مرحة، شخصية محبوبة، أي حد بيتعامل معاه بيحبه من أول نظرة أو من أول تعامل. وبس أنا كده خلصت، يا رب التحليل يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو استأذنك أن أنت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت تكتب لي في الكومنت هل أنا وفقت في التحليل ولا لأ، لأن من المفروض أن أنا لما بحلل شخص بكون عارف كل حاجة عنه علشان أعرف أوظف التحليل على المعاملات بتاعته أو على ما يفعله يعني تحديدا. وبس يلا، سلام عليكم.